بقول لك ايه حظها وده جاي. هتمشي يا بنتي ما مسيتيش نفسي لا اتكل على الله. ايه يا عم عايز اكلمك كده ليه؟ معلش ما تزعليش منه. هو انت اسمك ايه؟ ماشي يا ماهر خليك واقف هنا. هو انت بتعمل ايه؟ مالكش دعوه انت وحسابك معايا بعدين. هو ده المكان يا ماهرة؟ اه بيتي هناك اهو. هو ده بيتك؟ ايوه بيتي هناك اهو. ماشي بقول لك ايه بقى؟ هو انت بتروحي المكان اللي انا شفتك فيه ده كتير؟ ايوه بروحه كل يوم انا واصحابي الساعة 10 الصبح لحد الساعة 7 بالليل. لحد 7 بالليل؟ اه. طب كويس يلا تعوزي حاجة؟ لا باي. يا حبيب قلبي كان في بنت بتقف معاك وانا اسمها نيرة. هي راحت فين؟ نيرة لخبطت بها عربيه امبارح وتوفت. يا الله.